نشرة أخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، فأهلا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء ركن فرج سلمين البحسني على أهمية توحيد الجهود العسكرية والأمنية وضرورة عملها تحت قيادة وطنية موحدة ضد ميليشيات الحوثي. وجاء ذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية الذين أطلعوه على برنامج عمل اللجنة وأبرز نتائج عمل اللجان المكلفة بالنزول إلى المناطق العسكرية والوحدات الأمنية. وجدد البحسني حرص مجلس القيادة على دعم خطوات اللجنة الأمنية والعسكرية الرامية لإنهاء أي انقسامات. توفي مختطف تحت التعذيب في أحد سجون ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة بعد ساعات على اختطافه. وقالت مصادر محلية أن المواطن يحيى ثماني، وهو من أبناء مديرية سحار محافظة صعدة، قتل تحت التعذيب في سجن للميليشيات في قسم منطقة الطلح. وأضافت أن عناصر الميليشيات في سجن تابع للمدعو أبو محمد الفهيد مارست أبشع أنواع وصنوف التعذيب بحق المواطن. أعلنت منظمة الهجرة الدولية في اليمن نزوح أكثر من 60,000 يمني منذ مطلع العام 2022. وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي أنها سجلت نزوح أكثر من 10,000 أسرة تتكون من قرابة 60,000 فرد منذ مطلع العام الجاري وحتى 24 ديسمبر 2022. وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها رصدت في شهر ديسمبر نزوح 73 أسرة مرة واحدة على الأقل. فندت تقارير دولية مزاعم ميليشيات الحوثي بفرض حصار على موانئ الحديدة بعدما رصدت دخول 70% من واردات السلع الغذائية لليمن عبر موانئ المدينة. قالت تقارير لمنظمات دولية أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات من أجل الحصول على المواد الغذائية الأساسية، وأن البيانات المتاحة تظهر أن الكميات المستوردة من السلع الغذائية الأساسية انخفضت بشكل ملحوظ منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول مقارنة بالعام الماضي. التقارير وبالتزامن مع صدورها أحرجت سردية ميليشيات الحوثي التي تزعم فرض حصار على موانئ الحديدة، سيما وأنها رصدت دخول 70% من واردات السلع الغذائية لليمن عبر موانئ المدينة. ووفق تقرير لشبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة وبيانات حكومية وأخرى من منظمة الأغذية والزراعة فاو، فإن التجار استوردوا نحو 4 ملايين طن متري من السلع الغذائية الأساسية عبر جميع الموانئ البحرية والبرية الرئيسية في البلاد. وأظهرت البيانات أن إجمالي الكميات المستوردة على الصعيد الوطني كان أقل بنسبة 14% عما كان عليه خلال المدة نفسها من العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض بنسبة 48% من حبوب القمح والدقيق الواردة عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة. التقارير رصدت كذلك اتجاهات مماثلة في الربع الثالث من العام الحالي، عندما كانت كمية الأغذية المستوردة على الصعيد الوطني أقل بنسبة 21% من المدة نفسها عام 2021. وبينت أن الكميات المستوردة عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة كانت أقل بنسبة 53% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يتعلق بالطاقة، أظهرت بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش في اليمن أنه جرى توفير نحو 1,600,000 طن من الوقود استوردت من خلال مينائي الحديدة والصليف، ما يمثل زيادة بنسبة 330% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 عندما جرى استيراد 371,000 طن فقط من الوقود. وبتوجيهات من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان، وقعت مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية اتفاقية لدعم مستشفيات محافظة شبوة. في إطار دعمها المتواصل للقطاع الصحي، قدمت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية دعما جديدا لمحافظة شبوة. هذا الدعم أعلن عنه بمدينة المكلا خلال مراسم توقيع اتفاقية بين مؤسسة خليفة والسلطات في شبوة في إطار تدخلات دعم المنظومة الصحية في المحافظة. في هذا اليوم الطيب والمبارك سعدنا بلقاء الأخوة في مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية والإعلان عن بدء المرحلة الأولى من دعم المستشفيات الحكومية في محافظة شبوة والمكونة للمرحلة الأولى من 4 مستشفيات محورية، وإن شاء الله تتبعها المرحلة الثانية بالمستشفيات المتبقية وعددها 12 مستشفى، والدعم يشمل إعادة تأهيل وترميم وتوريد أجهزة
والتكفل بالطاقم الطبي والكادر العامل في هذه المستشفيات. هذه الاتفاقية تضمنت ترميم وتجهيز المستلزمات الصحية لأربع مستشفيات محورية كمرحلة أولى، ورفدها بالكوادر والتخصصات الطبية لضمان سير عملها وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. أما المرحلة الثانية فتشمل 12 مستشفى من المستشفيات المحورية والريفية في مختلف مديريات المحافظة. في هذا اليوم نتقدم باسم الأخ الشيخ عوض محمد بن الوزير العولقي محافظ محافظة شبوه بجزيل الشكر والعرفان للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بقيادتها العزيزة ممثلة بالشيخ محمد بن زايد انهيار رئيس الدولة، ومن خلالهم إلى مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية للأعمال الإنسانية لما يقدموه لمحافظة شبوه من دعم في الجانب الصحي، وباسم أبناء شبوة قاطبة نقدم لهم جزيل الشكر والعرفان. من جهتها أكدت السلطات المحلية في محافظة شبوة على أن هذا التدخل المباشر لدعم القطاع الصحي يعد حدثا استثنائيا في المحافظة، وسيشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي، مثمنة دعم دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات غذائية وعينية لأهالي مدينة قلنسيا في سقطرى، وتهدف المؤسسة إلى توزيع أكثر من 13 ألف سلة غذائية على مستوى الأرخبيل. في إطار جهودها الإنسانية المستمرة، سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات غذائية لأهالي مدينة قلنسيا بمحافظة سقطرى بأكثر من 1000 سلة غذائية ومساعدات عينية أخرى للمساهمة في مساعدة الأهالي بشكل كبير. نشكر دولة الإمارات على ما تقدمه من عمل إنساني لأرخبيل سقطرى ولمديرية قلنسيا وعبد الكوري خاصة، والتي وصلتنا اليوم إغاثة إلى أبناء المديرية لكل الأسر. الإغاثة في سقطرى واصلة من دولة الخير الدائم حاضرة، إمارات تغدي الروح وتعالجه، إمارات على شعب الجزيرة ناظرة. واستقبل أبناء المديرية القافلة الغذائية بزوامل تراثية ترحيبية تعبر عن مدى الشكر والعرفان لدولة الإمارات وشعبها الوفي لوقوفهم الصادق مع أبناء سقطرى، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. نحن اليوم عبر الشكر والتقدير لدولتهم وتواجدهم، فوصلتنا الإغاثة، وكل شعب أبناء قلنسيا معبر عن هذه الفرحة التي قدمتها دولة الخير والعطاء دائما تتواجد معنا. السلطات المحلية والأهالي ثمنوا المواقف الإنسانية والتنموية للأشقاء في المديرية، مقدمين جل الشكر والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبا على دعمهم المستمر للأرخبيل وتخفيفهم عن المواطن السقطري والوقوف بجانبه. ناقش اجتماع لرئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع إدارة البنك المركزي في العاصمة عدن مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية التي ينفذها البنك على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية. وأشاد عبد الملك بمستوى التنسيق بين البنك والحكومة خلال العام الحالي، والذي أثمر عن تحقيق استقرار ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية والأسعار وانتظام صرف المرتبات، منوها بما نفذ البنك المركزي في تعزيز إجراءات الامتثال وأعمال معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية. النشرة مستمرة وتتابعون فيها. المكلا تشهد انطلاق المؤتمر العالمي الدولي لصحة الأم والطفل. من جديد، انطلقت في المكلا أعمال المؤتمر العلمي الدولي لصحة الأم والطفل التحديات والحلول، والذي سيستمر ليومين بمشاركة أكثر من 300 كادر طبي متخصص من داخل وخارج البلاد. التحديات والحلول، مؤتمر دولي عن صحة الأم والطفل انطلقت أعماله في مدينة المكلا. المؤتمر نظمه مؤتمر حضرموت الجامع ويناقش مشاكل الأمومة والطفولة
على مستوى البلاد. أهميته بكل تأكيد سيكتسب الأطباء المشاركون في هذا المؤتمر المعارف والمهارات التي تجعلهم أكفاء ليتعاملوا مع الحالات، سواء كان في النساء والولادة، سواء كان في الأطفال، حالات الطارئة خاصة، وكذلك الحالات الروتينية. وسترتفع عندما ترتفع مهاراتهم ومعارفهم سيزداد قدرتهم على التشخيص، وعندما تزداد قدرتهم على التشخيص سيستفيد المريض من هذا بأنه تشخص حالته في وقت مبكر، وبالتالي يأخذ العلاج المناسب أيضا في الوقت المبكر. كانت فرصة لنا أن نشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيس المؤتمر الدكتور علي باطرفي. وطبعا مثل هذا المؤتمر يعقد في المكلة حضرموت يعد يعني بادرة جيدة ولتبادل الخبرات في الداخل وفي الخارج. 26 ورقة علمية في تخصصات طب الأطفال والأسرة والنساء والولادة سيناقشها المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 300 كادر طبي متخصص من داخل البلاد وخارجها. المؤتمر هو أنا شايفاه لحد دلوقتي هو مؤتمر رائع، إن هو بيدي معلومات مهمة جدا لأغلب الأطباء والكلينيكال، إن هي information مهمة اللي هي تخلينا نقدر إن احنا نتطور وspend up يعني. تاني حاجة بتعمل عملية توعية education كاملة لجميع الفئات، لأن يعني ممكن من نظرتك كما قعدت وسمعت أغلب الدكاترة هم بيتكلموا بالسيمبل واي عشان نقدر يوصلوا المعلومة الانفورميشن لكل المستويات الموجودة. لا ننسى أيضا إذا مش فقط اهتمامنا بصحة الحامل، أيضا بصحة الجنين نفسه والذي يؤثر عليه، ليس فقط إصابة المرأة بهذه الاضطرابات ولكن حتى تعرضها للضغوط النفسية وهي حامل، تعرضها للتوتر والقلق ممكن يؤثر على صحة الجنين سواء كان الجسدية وقبل ذلك العقلية والذهنية. طبعا هذا المؤتمر قد إلى الآن الأوراق العلمية اللي قدمت تتكلم على آخر متوصلت إليه الأبحاث في أمراض النساء والتوليد وأمراض الأطفال، فراح يضيف لنا نقلة نوعية بأن ننقل هذه التجارب والمعلومات التي استمعنا إليها ونطبقها في أماكن عملنا. هذا المؤتمر سيخرج بتوصيات عدة ستسهم في تشخيص المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي في البلاد وحضرموت تحديدا، ويضع الحلول والمقترحات لحلها. لقناة الغد المشرق، أحسن بالبحيث، المكلا. وإلى هنا نصل لنهاية هذه النشرة، ألقاكم مجددا على خير.